علي من السويد. علي، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل. السلام على هذا الصوت حق الناطق في زمن كثر فيه أهل الباطل. وعليكم السلام السلام ورحمة على الله. أنصار الزهراء. السلام على هذا الصوت الذي نصر الزهراء. السلام على الشيخ صلوات الحبيب الله وعلى الحاشية التي معه. جزاك الله خير. ما أريد أطول عليكم، ما أريد أطول عليكم، بس أقولكم قسما بالله الذي لا إله له، ونستشعر هذا الشيء، أنكم بهذا الصوت أنشأتم جيلا رافضيا، أنشأتم ثقافة رافضية. والله العلي العظيم، شبان شباب أطفال عمرهم 15 سنة و16 سنة وأقصاهم 18 سنة يحاججون مشايخ، قسما بالله العلي العظيم. نعم، هكذا الرافضة، هكذا هم الرافضة. بسبب ماذا؟ بسبب صوتكم ومتابعتكم. والله الحمد لله. العلي العظيم بارك الله بكم. وأنا متأكد الإمام مضمون الرواية تقول إن إذا قام قائمنا أول قيام قائمنا يبعث الله قوما لا يجعلون وترا لآل محمد إلا أحرقوه. إيه صحيح. نستشعر هؤلاء القوم. والله إن هذا الصوت هو الذي بشر به الإمام إن شاء الله قبل قيام المهدي عجل الله فرجه. قبل قيام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أنا عندي، أنا شخصيا عندي أخويا الصغير يعني عمره 10 سنوات. نعم، 10 سنوات يعني متشبع بالرفض ومتشبع بالعداء لأعداء الزهراء. وصارت وياه موقف، أسولف لكم إياه موقف ظريف. يعني هو طبعا هو إجا يندعم ونجى من الموت، نجى من الموت من حادث وهو طفل. فخابرت أني قلت له الحمد لله على السلامة، هو طفل. وردالي يعني بكلام حلو، خلينا نقول مثل الأبيات الشعرية والله العظيم، وهو طفل يقول تبسم يا أخوي هناك ولعن قبل لا أموت، صحت بصوت ولعن أبو بكر وعائشة ولعن الحرقة ودار الزهرة الزكية. الله الله، والله طفل. هكذا هذا الذي ربيتمونا عليه. جزاكم الله ألف خير. الحمد لله. جزاكم الله ألف خير ووفقكم الله. يا أيها الناس، يا عالم، ادعموا هذه القناة يا عالم. والله العلي العظيم، هذه القناة اللي تطلع صوتنا، هذه القناة اللي تطلع مظلوميتنا، هذه القناة اللي تقول اللي كان يقوله آل محمد صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه. بارك حبيب. الله بكم ووفقكم الله. حبيبي علي، جزاك الله خير، جزاك الله خير. حبيبي جزاك الله خير.